دي تقريبا من وانا عندي 18 سنة. هو لسه كان بادئ وكان بيعمل عشان يظهر يعني للناس، فعمل زي كريدت كارد بضمان النادي الأهلي، فأنا كان من ضمن أعضاء النادي الأهلي فعملت كريدت كارد. بصي أنا اتعاملت كذا في كذا نوع من مع كريدي أجريكول، عملت كريدت كارد وكارد لون، وبعدين عملت عادي دبت كارد حساب عادي جاري، وتعاملي مع كريدت. من اكتر الحاجات اللي كانت لطيفه مبدئيا يعني فكره الكارد لون دي حصلت في 24 ساعه، ده اول حاجه، دي حاجه سرعه يعني من البنك. تاني حاجه الابلكيشنز بتاعت كريدي اجريكول، انا بتعامل مع 3 بنوك تانيين. الحقيقه يعني ان كريدي اجريكول احسن ابلكيشن اتعملت في تاريخ البنوك كلها. الحاجه اللطيفه اللي فيها ان هي بتبين اولموست كل حاجه انت على حسابك.